السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو الإنسان كان حافظ مثلا سورة وعشان يقراها، فلما تكون بالغيب طبعا يا كسرة يا فتحة يا ده بتغير معنى الآية، فاكتفى بالقراءة، وهل عليه ذنب؟ شوف يا عم أبو حسن الله يرضى عليك، إذا كان الإنسان يعرف أنه يخطئ في القراءة، فإما أن يكون اللحن لحنا يحيل المعنى، فهذا عليه هنا في هذه الحالة أن هو يقرأ من المصحف، يقرأ من المصحف حتى ولو كانت في المفروضة، وهذا قال به الشيخ بن باز وغيره رحمة الله على الجميع. أما إذا كان اللحن هنا لحن لا يحيل المعنى كما تفضلت، ممكن فتحة كسرة كده لكن لا تحيل المعنى، لأن في فتحة وكسرة تحيل المعنى، كقوله صراط الذين أنعمت عليهم، هذا يبطل الصلاة، أو قول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا ضاعت الدنيا كلها، هذا فهذا يبطل الصلاة. فهذا لا بأس أن يقرأ، لكن عليه أن يتعلم ما وجد إلى ذلك سبيل للتعلم من حديث عائشة الذي يقرأ القرآن هو عليه ماهر مع سلم وله أجران. نعم، جزاك الله خير وإياكم، حياكم الله.